أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وشدد شكري على رفض مصر القاطع لأي أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة. وخلال استقباله وفدا من مجلس النواب الأمريكي، أكد شكري على أن مصر لا ترى بديلا سوى الوقت الفوري الوقف الفوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة وقصيرة. هذا وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية الدور الذي تطلع به وكالة الأونروا في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، منوها إلى ما يكتنف طول أمد الأزمة من مخاطر اتساع نطاق الصراع وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.